The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. السلام عليكم جميعا. أول شيء بدي أرحب فيكم جميعا لحضور هذه المحاضرة. أنا دكتور إياد أبو دوش، حاليا بعمل في الجامعة في قسم علوم الحاسوب في الجامعة الأمريكية في الكويت، وبدي أشكركم على اهتمامكم وحضوركم لهذه السيشن. الموضوع حيكون عن الـ importance of web accessibility, don't leave people behind. حيكون السيشن إن شاء الله باللغة العربية، لكن بعض المصطلحات زي ما بتعرفوا هي حتكون باللغة الإنجليزية. أحاول إن شاء الله إني أقدم لكم موضوع أهمية الـ web accessibility بطريقة إن شاء الله متدرجة وسهلة. الهدف هو إنه نتعرف على شو معنى web accessibility، وكمان إنه نعرف how we can measure أو how we can improve web accessibility، كيف ممكن نحسن على الـ web accessibility. بالنسبة للأسئلة، إذا في عندكم أي استفسار أو أي سؤال ننتظر لنهاية المحاضرة، لأن في جزء عندكم في الويبينار للquestions، أو ممكن تسوي raise hand كمان، بس ننتهي بإمكانكم تسألوا من خلال المايك أو من خلال الأسئلة في الquestions على الجو ويبينار. فخليني أبدأ الآن. بداية بدنا نشوف مقدمة على الموضوع، يعني شو أهمية إنه يكون في عنا إمكانية وصول للأشخاص ذوي الإعاقة. خلينا نفترض في البداية إنه أنت you are an employee، موظف، أنت موجود في الشركة، والآن لا سمح الله صار معك حادث معين اضطريت إنه أنت تستخدم ويلتشير، وللأسف كان مكتبك موجود في الطابق الثاني بالشركة. الآن حيكون في عندك صعوبة إنك توصل لمكتبك كل يوم، بدك كيف بدك تطلع على الدرج، ونفترض إنه فيش مصعد بالشركة مثلا، فحيكون في عندك صعوبة إنك توصل لمكان عملك، حتى ممكن مثلا تستأذن من المدير تاعك إنه ينقل مكتبك للطابق الأول تحاول تحل مشكلتك. فالبروبلم هاي أو المشكلة هاي إنه أنت ما في عندك إمكانية إنك تكون أكسسبل أو توصل لمكان عملك. هاي بنطبق عليها مفاهيم كثيرة في موضوع الأكسسبيليتي بالنسبة للبيبل وذ ديسابيليتيز أو الأشخاص ذوي الإعاقة. فالحق اللي حكينا عنه من شوي إحنا اللي هو حق العمل، زيه في كمان حقوق مختلفة، في عنا حق التعليم، في عنا حق الحصول على المعلومات، في حقوق كتير، وكل هاي ممكن لما نطلع على الويب حاليا خاصة بوجود الكوفيد 19 صار النت موجود في كتير مجالات. يعني أنا مثلا بدي أطلب أكل من الموبايل، بدي أوصي على كتاب من النت، بدي أساوي أوردر لإشي أونلاين، بدي أتعلم، حتى المدارس والجامعات وكذا كلها صارت أونلاين حاليا. فبدنا يكون في عنا مساواة في إمكانية الوصول، وزي ما حكينا هذا حق. يعني هذا مش يعني أنت لما يكون في عندك تكنولوجي أكسسبل أو لما يكون الويب أكسسبل معناها أنه أنت بتمكن الشخص أنه يستخدم هذه الخدمة. إذا كان not accessible معناها هي is denied أو أنه أنت مانعه أنه يوصل لهذه الخدمة. الآن بدنا نحكي على القوانين والإحصائيات. الآن في بالاتفاقية الأمم المتحدة لشؤون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2006 بتشير المادة التاسعة فيها إنه على جميع الدول إنها تتخذ التدابير المناسبة اللي بتكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المساواة مع غيرهم في البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال. فيعني هذا القانون اللي موقع عليه يعني كثير من الدول، من ضمنها الأردن، من ضمنها الكويت، من ضمنها دول كثيرة، بشير لأنه مفروض من الدول إنها تأمن إمكانية الاتصال والنقل والمعلومات لكل الأشخاص ما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة. لو نيجي نطلع كمان على إحصائيات عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2000 بلغ عددهم 600 مليون شخص، ازداد العدد حاليا يعني بال 2011 الإحصائية الموجودة إنه بقارب بحوالي مليار شخص، منهم 285 مليون شخص بيعانوا من إعاقات بصرية. فبنشوف إحنا في عدد كبير من الناس عندهم إعاقات. ولما نطلع على منطقتنا الميدل إيست أو المنطقة العربية بنلاحظ كمان إنه عدد الأشخاص ذوي الإعاقة لسه أكبر، السبب الحروب الموجودة حوالينا بالمنطقة، زي ما إحنا عارفين في سوريا، في العراق، في كذا، في كثير من الأشخاص أصابهم إعاقات سببها الحروب والنزاعات اللي بتصير في المنطقة. فهذا أدى إلى زيادة الأعداد بشكل كبير. فهذا ببين أهمية إنه نهتم بهاي الفئة من الناس.
الآن شو هي أنواع العاقات؟ يعني شو أنواع البيبل أو الديسابيلتيز الموجودة عندنا؟ في عندنا إعاقة بصرية ممكن تكون عمى كلي أو جزئي الأشخاص اللي هم المكفوفين. في عندنا كمان إعاقات سمعية ممكن تكون فقدان سمع كامل اللي هم الصم، أو فقدان شديد للسمع، أو فقدان خفيف للسمع. في عندنا كمان إعاقات حركية اللي هي ممكن شخص عنده عدم القدرة على الحركة. إحنا لما نحكي إعاقات حركية بتصور الناس أغلبهم إنه شخص على ويل شير أو على كرسي متحرك، لكن ممكن تكون الإعاقة الحركية كمان شخص مثلا عنده بتر في الأطراف، في مثلا ما بيقدر يستخدم إيديه، شخص ما بتمكنش إنه يشيل أشياء مثلا، كلها تعتبر إعاقات حركية. في عندنا كمان الإعاقات العقلية النوع الرابع، هي إعاقة بتؤدي لصعوبة في تواصل الشخص مع المجتمع الموجود فيه، أو ممكن إنه في عنده مثلا مشكلة في الانتباه أو حل المشكلات أو القراءة أو الذاكرة. فالآن المفروض إنه إحنا نأمن لهدول الأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الوصول. لأن لما نطلع على المحددات اللي بتواجه هدول الأشخاص، يعني شو المحددات أو المشاكل اللي ممكن تواجه الشخص من ذوي الإعاقة؟ في عندنا محددات بنسميها محددات أو معيقات بيئية، إنه شخص من ذوي الإعاقة مثلا زي لما حكينا بالمثال الأول إنه شخص صار معه حادث سيارة والآن مش متمكن إنه يوصل لمكتبه في الطابق الثاني، فالآن لأنه في درج ما فيش مصعد فصار في عنده معيق بيئي إنه الدرج ما بتمكن إنه يستخدمه مشان يطلع على المكان باستخدام الويل شير أو الكرسي المتحرك. ممكن يكون عندنا معيقات سلوكية اللي هي الصورة النمطية الموجودة عند الناس عن الأشخاص ذوي الإعاقة. يعني مثلا ممكن شخص يحكي الشخص المكفوف ما بتمكن يستخدم الكمبيوتر أو السمارت فون، فهذا عندنا معيق سلوكي إنه في عنده افتراض مسبق عنه. في عندنا كمان معيقات تكنولوجية، إنه التكنولوجيا ما بتكون اكسسبل أو سهلة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، اللي هو هذا الموضوع اللي حنحكي عنه إحنا بالمحاضرة اليوم، اللي هو جزء منه الويب اكسسبيلتي، إنه التكنولوجيا ما تكونش مهيئة بطريقة تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة إنهم يستخدموها بشكل سلس وسهل، أو إنها تمكنهم حتى إنهم يوصلوا أحيانا، إنه في عنده موقع نت لكن هو ما بيقدر يستخدمه بسبب المعيق التكنولوجي الموجود لأنه مش مهيئ بالطريقة المناسبة. الآن حننتقل بعد هذه المقدمة لموضوع نفاذية المواقع الإلكترونية. بداية بدي أحكي لكم على قصة صارت في الألعاب الأولمبية في سيدني في سنة 2000. لأن خلال الألعاب الأولمبية كانت اللجنة المنظمة مسويين موقع على الإنترنت بحيث إنهم يعطوا فيه نتائج الألعاب، وكان في شخص مكفوف بيحاول يدخل على هذا الموقع وكان مش متمكن إنه يستخدمه لهذا الموقع بسبب إنه الموقع مش ملتزم بالمعايير للنفاذية اللي وضعتها المؤسسات الدولية اللي حنحكي عنها لاحقا. فهذا الشخص راح، لأنه في أستراليا في عندهم قانون بيمنع إنه يكون المواقع مش أكسسبل أو مش سهلة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، راح رفع دعوى على اللجنة المنظمة وكسب الدعوة وسووا له تعويض على ما أذكر بمبلغ 30,000 دولار، لأنه هو كان متضرر من عدم إمكانيته للوصول لهذه المعلومات. لأن هل بتتصور أنت أو بتتخيل إنه ما مش بإمكانك تستخدم المواقع الإلكترونية أو التطبيقات في الوقت اللي إحنا موجودين فيه الآن؟ يعني تخيل إنه أنت ما عندك مثلاً فيسبوك أو ما عندك إنستغرام أو ما بتتمكن تستخدم اليوتيوب. هذا هو حال الشخص ذوي الإعاقة إذا كان الموقع مش أكسسبل أو ما بيطبق معايير الويب اكسسبيلتي او معايير نفاذيه الانترنت او الوصول الى الانترنت. لان نفاذيه الانترنت مهمه لانه كثير من القوانين اللي موجوده واللي مصادق عليها الدول بتلزم الدول انها تخلي الببليك ويب سايتس او الجفرمنت ويب سايتس او حتى المواقع العامه للانترنت المفروض تكون سهله الوصول للاشخاص ذوي الاعاقه بحيث يتمكنوا انهم يستخدموها. وما بتحددش حتى نوع معين من الإعاقة، يعني الاكسسبيليتي او اللوب اكسسبيليتي بتفترض انه لو كان الشخص عنده إعاقة بصرية او إعاقة سمعية او كان شخص كبير في السن او عنده إعاقة حركية المفروض كلهم يتمكنوا انهم يستخدموا موقع الإنترنت او حتى التطبيقات بشكل عام التكنولوجية. الآن هي نفاذية الإنترنت او الويب اكسسبيليتي مش انه فقط انا بدي اساوي الموقع اكسسبل، يعني لهدف الاكسسبيليتي وفقط اني احقق المعايير هاي اللي حنحكي عنها لاحقا، وانما هي بتمثل
الخدمات المتوفرة من خلال هاي المواقع، زي ما حكينا في البداية، حق الأشخاص في العمل، حقهم في التعليم، حقهم في إنهم يحصلوا على المعلومات بشكل سلس زي الأشخاص من غير ذوي الإعاقة. الآن حنحكي مجموعة من النقاط، ليش أنا أو شو السبب إنه أنا بدي الموقع يكون في عنده نفاذية للإنترنت أو ويب أكسسبل. هذا الإشي بمكن الأشخاص ذوي الإعاقة إنهم يستخدموا المحتوى وبحسن أداء المستخدمين كمان من غير ذوي الإعاقة، من خلال تحسين وقت إكمالهم للمهام الموجودة على الموقع ومعدل إنجازهم للمهام، بسبب إنه الموقع صار فيه له سهولة الاستخدام أكثر. كمان بيزيد عندنا عدد العملاء المحتملين، يعني الكاستمرز، الأشخاص اللي ممكن يجوا يستخدموا الموقع عندي. على سبيل المثال، تتجاوز القدرة الشرائية لأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في المملكة المتحدة 297 مليار يورو حسب المرجع رقم واحد عندنا. وكمان هذا الحكي، إنه لما نسوي الموقع ويب اكسسبل بنخفض تكاليف الموجودة في تطوير موقع الويب، لأنه بتقل التعقيدات الموجودة فيه. وبتراوح هذا التوفير في التكاليف لما ننشئ موقع ويب بيكون اكسسبل من 12% ل 35% حسب دراسة هي رقم 2 الموجودة على السلايد. كمان في فائدة ثانية، إنه الاستثمار في النفاذية مجدي جدا على المدى البعيد. الباحث دوناو في سنة 99 عمل دراسة ووجد إنه كل دولار ينفق على سهولة الاستخدام بيعود من 10 ل 100 دولار في صالح المنتج. كمان سهولة الاستخدام بتزيد إنتاجية المستخدم بمعدل 25%. الآن حننتقل لنحكي عن مصطلح مهم بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، اللي هو التكنولوجيا المساعدة، أو بسموه أسيستيف تكنولوجي. الآن شو هي التكنولوجيا المساعدة؟ هي أي تكنولوجيا بتسمح بالوصول للحاسوب لشخص من ذوي الإعاقة. على سبيل المثال، شخص مكفوف، هذا الشخص ما بتمكن إنه يستخدم شاشة الحاسوب أو الماوس أو الفأرة. فبالحالة هاي كيف بده يستخدم الحاسوب الشخص المكفوف؟ من خلال برنامج بنسميه قارئ الشاشه. فبالحاله هي قارئ الشاشه يعتبر تكنولوجيا مساعده بتعين الشخص المكفوف على انه يستخدم الحاسوب او حتى الموبايل كمان. عندي هنا مثال حورجيك اياه على قارئ الشاشه على الموبايل على اندرويد. نزلهم ثلاث مرات لو احنا كنا عاملين الاختصار ونختار إمكانيات الوصول ونطفي قارئ الشاشة. لا، نفعل الأول NVDA توكباك، وبعد كده نطفي قارئ الشاشة اللي احنا بنستخدمه. طبعا زي ما انتم شايفين هنا بالفيديو، قارئ الشاشة اللي بيسوي انه اي اشي هايلايتد على الشاشة بيتم قراءته، فالشخص المكفوف اي محتوى على الشاشة حتى لو كان صورة لو كان تكست بيقرأه، فالشخص المكفوف بيكون بيسمع المحتوى وبيستخدم الكيبورد في حالة الكمبيوتر او في حالة التلفون بيستخدم السوايب تاتش، بحيث انه هو ينتقل بين نحكي التابس المختلفة الموجودة عندي على الشاشة، وكل ما ينتقل لتاب جديد او لكونتنت جديد او اوبجكت جديد حيتم قراءته من خلال برنامج قارئ الشاشه. الان حنحكي على موضوع مهم كمان، اللي هو معايير نفاذيه الانترنت. الان صار عندنا تصور لشو اهميه الويب اكسسبيلتي وشو معناها كمان، فحنشوف الان الويب اكسسبيلتي جايد لاينز. الان اتحاد شبكه الويب العالمي W3C هي منظمة بتهدف لتوحيد معايير شبكة الإنترنت، مش بس على الـ Web Content Accessibility Guidelines أو الـ Web Accessibility Guidelines، كمان مثلاً الـ HTTP البروتوكول هذا اللي طوروه من الـ W3C، وكثير من البروتوكولز والتقنيات المستخدمة للويب اللي طوروها هم من الـ W3C. هم مجموعة من الأشخاص اللي بيكونوا بروفيشنال في التكنولوجيا، بحيث أنهم يحاولوا يطوروا، موجودين من شركات مختلفة، من شركة مايكروسوفت مثلاً، جوجل، أدوبي، وهكذا. الآن قدمت هذه الشبكة مجموعة من التوصيات والإرشادات لدعم وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. طبعاً بدأوا هم بال 98 للعلم بـ Web Content Accessibility Guideline 1.0، وبعديها سووا 2.0، والآن في عندنا 2.1 اللي هي أحدث مجموعة من المعايير. طبعاً هم بيسووا تحديث لهذه المعايير بناءً على الـ New Technology. بتعرفوا أنتم الويب يعني ما مش موجود كان في بداياته زي ما هو الآن. بالبداية كان في عندنا بنسميه Static
ويب كونتنت، انها كانت محتوى الانترنت كان ثابت ما في دايناميك كونتنت. بعد هيك انتقلنا للويب 2.0 بحيث انه اليوزر هو ممكن انه يبني محتوى، والان احنا حننتقل بعد هيك للي بسموه ويب 3.0. anyway فالويب كونتنت اكسبيليتي جايد لاين 2.1 هي احدث معايير موجوده اذا بدنا نرجع لها مشان نسوي تطبيق لمعايير النفاذيه عندنا على مواقع النت. الآن عندي هنا مثال على ترجمة لهاي المعايير. أنا كنت من الـ الأشخاص اللي ساعدوا في ترجمة المعايير لـ 2.0. حالياً أنا كمان في فريق اللي عماله بترجم المعايير لـ 2.1 بالتعاون مع مجموعة من الخبراء العرب. فالمعايير المترجمة لـ 2.0 موجودة على هذا الرابط. 2.1 اللي هي لأحدث معايير الآن شغالين إحنا على ترجمتها، وحيتم إطلاقها قريباً إن شاء الله الترجمة تعيدها. لكن إذا أنت مهتم لتشوف أحدث معايير باللغة الإنجليزية موجودة على الإنترنت. الآن لو دخلت أنت على هذا الموقع هتجد أنه في كثير معايير موجودة، ومصنف المعايير لثلاث مستويات. في ليفل بنسميه A، وفي ليفل دبل A، وفي ليفل تريبل A أو ثلاثة A. إحنا لما نحكي عن معايير النفاذية أو الويب أكسسبيليتي، يعني أغلب الأشخاص بيفترضوا إنه هو المعيار الـ 1A، أو أحياناً بيكون 1A و AA. بعض الدول بتلزم مثلاً المطورين إنهم يسووا 1A و AA، لكن إحنا مثلاً في دولنا أنا بفترض إنه إذا كان 1A بيكون يعني حققنا إشي كثير ممتاز، إذا كان AA بيكون أفضل. لأن الـ 1A أو المستوى الأول هو الحد الأدنى، واللي بعديه دبل اي بيكون يعني افضل شوي، والتريبل اي صعب انك تسوي له تطبيق لكن يفضل انه يكون موجود. الان في معايير النفاذيه او في الويب اكسسبيليتي جايد لاينز بتستند هي على اربع مفاهيم رئيسيه، وكل مفهوم ترى من اللي انا هحكي عنهم الان في مجموعه من التفصيلات عنه، يعني كل مفهوم منهم في مجموعه من الجايد لاينز بتحكي لك شو لازم تساوي لتحقق هذا المفهوم. اول شيء جعل المعلومات سهله الادراك، يعني it can be perceivable، نحكي عنه انه ممكن انك انت تفهمها. مثلا انا عندي محتوى مش نصي، حنحكي عنها كمان شوي. هذا المحتوى المش نصي مثلا صوره، لان الصوره هاي المفروض انها يكون انا اخليها موجوده على الويب بطريقه سهله الادراك للشخص المكفوف مثلا، فما يكون مثلا في نص بديل لهي الصوره. قابليه التشغيل operable، انه المحتوى للإنترنت كمان يكون سهل التشغيل على مثلاً التكنولوجيا المساعدة اللي موجودة عندي، ما يكون في مشكلة عندي وأنا بشغل مثلاً قارئ الشاشة على محتوى الإنترنت. سهلة الفهم understandable، إنه المحتوى اللي عندك كمان للإنترنت يكون سهل الفهم. على سبيل المثال أنا مساوي محتوى بصري موجود، لكن الشخص لما يساوي عليه تاب الاوردر للتابس ما بيكونش نفس ما انا بشوفه في المحتوى البصري، فبيبطل هيك سهل الفهم لانه قراءته حتكون مش بالترتيب الصحيح. اخر معيار اللي هو قوه الاستخدام، انه معناها جعل المعلومات تعمل بشكل يعتمد عليه مع ادوات المستخدم او الاسيستيف تكنولوجي. حاعطيكم الان مجموعه امثله، طبعا هاي بس اكزامبلز على المعايير. زي ما حكيت انا لو بتروح انت على المعايير على الويب كونتنت اكسبيليتي جايد لاين حتشوف بالتفصيل كل واحد شو ممكن انت شو لازم تطبق عليه. فنيجي على المعايير. احد المعايير بيحكي وجود نص بديل لاي محتوى غير نصي. فلو كان عندي مثلا محتوى غير نصي مثلا صوره وموجوده على الويب، المفروض انه انا يكون في لها نص بديل يوصف هاي الصوره، والنص البديل هذا مش المهم اني اكتب اي نص، انا المفروض النص هذا بيوصف الصوره، اني اتاكد انه ديسكريبتيف يكون او واصف لمحتوى هاي الصوره، ما تكون الصوره مثلا موجود فيها قطة وأنا كاتب فقط كلمة صورة، لأنه بالحالة هاي أنا ما بوصف القطة، المفروض أنه الوصف يكون للصورة صحيح كمان، يعني مش بس يكون النص بديل موجود. أحد الكرايتيريا كمان بيحكي إذا كان المحتوى غير النصي وسيطا مؤقتا، يعني المقصود فيها فيديو time based media أو أوديو، فإنه يجب توفر بديل نصي. مثلا أنا عندي فيديو المفروض أنه يكون مرافق لهذا الفيديو في captions أو يكون في ديسكريبشن للي بيحصل عماله بالفيديو اليمين للاشخاص مثلا الصم، بحيث انهم يعرفوا شو اللي عماله بيحصل بهذا الفيديو. معيار ثاني بيحكي جعل كل الوظائف في صفحه النت متوفره باستخدام لوحه المفاتيح. هذا كمان من احد اهم المعايير، انه انت الاشخاص مثلا المكفوفين
أو في بعض الأشخاص اللي عندهم إعاقات حركية ممكن يعتمدوا على استخدام لوحة المفاتيح، ما بيقدروا يستخدموا الماوس. فبالحالة هاي إذا أنت مش مهيئ الموقع عندك إنه إنه الشخص يستخدم مع لوحة المفاتيح، مش حيقدر الشخص يتعامل مع الموقع أو يستخدمه. المثال اللي عندنا هون في دراسة أنا سويتها في 2011 على موقع الجامعة الأردنية، في هذاك الوقت كان مثلا المنيوز الموجود على موقع الجامعة نحكي ماوس اكسسبل بس، يعني لو بدك تستخدم معاها الكيبورد مش حتفتح لك المنيو زي ما هي مفتوحه عندي الان، لان هي مفتوحه باستخدام الماوس، لكن لو استخدمت تابس من الكيبورد مش حتفتح معك. معيار ثاني كمان متعلق بهاي المشكله اللي هو توفير وسيله لتخطي الروابط المتكرره. انا لو كان في عندي تمبليت موجود على الموقع، وهذا التمبليت فيه كثير لينكس زي هذا الموقع عندنا هون، فالان الشخص اللي عماله بيستخدم مثلا التابس او الكيبورد او قارئ الشاشه حيمر على كل التمبليت قبل ما انه يوصل للمين كونتنت للصفحه اللي هو موجود عندنا هون اللي هو هذا الكونتنت. فبالحاله هي كل مره بفوت على صفحه جديده حيعيد له نفس المحتوى، وحيكون اليوزر هيك فرستريتد، او انه نحكي انه حيمل من 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 هذا التكرار او هاي الاعاده، ممكن حتى ما يكمل في الموقع. طب كيف بنحل هاي المشكله؟ من خلال توفير طريقة للمستخدم انه يتصفح، اللي هي اسوي له مثلا لينك في اعلى الصفحة فيه سكيب تو مين كونتنت، او انتقال للمحتوى الرئيسي في الصفحة، بحيث هو لو ضغط عليه باستخدام الكيبورد انه على طول يفوت على المحتوى الرئيسي بدون ما انه يعيد له اللينكس او المنيوز الموجودة عندي في التمبليت. اخر مثال موجود معانا على تطبيق معايير النفاذية، زي ما حكيت كلهم اكزامبلز، انه وجود نص لجميع عناصر النموذج. على سبيل المثال لو كان عندك انت هذا النموذج موجود على صفحة نت، وانت بدك تكمل اجراءات هذا الموقع وبدك تساوي سبمشن للكونتنت، مش حتعرف شو تعبي صح؟ لانه مثلا هذا الفيلد عندك ما بتعرف ايش هو، وهذا الفيلد ما بتعرف، والبوتونز مش عارف انت شو هذا البوتون بيساوي او شو هذا البوتون بيساوي. بهاي الحالة حيكون الفورم عندك ان اكسسبل، مش سهل الوصول إليك. نفس المشكلة بتواجه الشخص ذوي الإعاقة إذا كان ما في عندنا ليبلينج صحيح بالنسبة للأوبجكتس أو الكونتنت الموجودة عندي بالصفحة. طبعا مشان نطبق معايير النفاذية في مجموعة من الإجراءات لازم نقوم فيها، من ضمنها إنه يكون عندي قابلية الوصول لقالب الموقع، يعني التمبليت للموقع لازم يكون اكسسبل. إذا أنا خليت التمبليت اكسسبل بكون هيك يعني أنهيت نحكي حوالي 50% من المشاكل الموجودة عندي في الموقع. ليش؟ لأنه هذا التمبليت أنا مستخدمه كقالب للمحتوى كله. قابلية الوصول للمحتوى الكونتنت نفسه في الصفحة لازم أتأكد كمان أنه أكسسبل من خلال تطبيق المعايير اللي حكيناها. كمان التوافق مع متصفحات الإنترنت، أساوي تيستنج للويب سايت يوزنج ديفرنت ويب براوزرز، متصفحات مختلفة زي مثلا كروم أو فايرفوكس أو إنترنت إكسبلورر. التوافق مع التقنيات المساعدة، هذا فحص مهم كمان، انه انا بعرف انه الشخص المكفوف بيستخدم قارئ الشاشه. يفترض فيي كشخص بده يتاكد من المحتوى للموقع انه اكسسبل انه يكون عندي مثلا قارئ الشاشه، واساوي تيستنج باستخدامه، اشوف هل الموقع بامكاني استخدم قارئ الشاشه معاه ولا لا، وهل في مشاكل معاه ولا لا. لان كيف اقوم بتقييم مدى نفاذيه الموقع؟ ممكن يعني في طرق متعددة، لكن أشهر الطرق هي إنك تستخدم في البداية أداة أوتوماتيكية لتقييم النفاذية، بنسميهم Automatic Tools for Web Accessibility Evaluation، مثال عليهم مثلا wave.webaim.org. لو تروح عليه هذا الموقع بإمكانك تعطيه صفحة مثلا على الويب، وهو حيسوي لك Automatic Evaluation إلا بس طبعا حيكون في False Positive بنسميهم، إنه حيحكي لك عن إشي انه فيه خطا وهو مش خطا، او ممكن ما يكتشف خطا موجود كمان. فمشان هيك بلزمك ايش؟ بلزمك كمان كم يكون في شخص خبير بده كمان يساوي دبل تشيك او يتاكد من المشاكل الموجوده عندي على الموقع. زائد انه بالاضافه لهذا الحكي ممكن نساوي اجراء اختبار مستخدم من خلال الاشخاص ذوي الاعاقه يستخدموا الموقع، او ممكن نساوي اللي حكيناه هون ان نتاكد من خلال التوافق مع التقنيات المساعده. لكن بالغالب اللي بيتم استخدامه من قبل الشركات يعني اللي بتساوي تقييم لنفاذية الويب هي هاي الثلاث طرق مع بعض، يعني مش واحدة منهم، لأن واحدة منهم ما بتكفي. لأن آخر إشي بدي أحكيه بالنسبة للويب اكسسبيليتي،
زي ما حكينا في البداية، إمكانية الوصول أو الشخص ذوي الإعاقة إنه يستخدم الموقع، هذا حق بالنسبة له، لأنه أنت إذا منعته من هذا الحق معناها إنه منعته أنت من التعليم ومن العمل ومنعته من الوصول للمعلومة. بالنهاية بشكر لكم استماعكم، وهذا إيميل إذا أي حدا عنده أي استفسار أو حاب إنه يستفسر عن أي شيء. وبف